أبطال في رياضة التايكوانجستو من مدينة الموصل بمحافظة نينوى حققوا الكثير من الانتصارات على المستويين المحلي والدولي. باتت خبراتهم في مهب الريح بسبب عدم وجود أي دعم حكومي لهم، فاضطر بعضهم إلى تغيير رياضاتهم، فيما اختار آخرون رياضات أخرى تدعمها بعض المؤسسات الخاصة. لاعب منتخب الوطني للتايكوانجيتسو وبطل العراق في التايكوانجيتسو. بديت رياضتي في 2017 ما بعد التحرير، جيت تمرنت يوم كابتن سلوان خليل عباسي. بالبداية أخذنا بطولات محافظة، أخذت بطولة منطقة الشمالية، ومن بعدها أخذنا بطولة العراق والحمد لله لست منتخب وطني. لاعب منتخب وطني تايكوانجيتسو وحاصل على بطولات عراق 3 مرات 4 مركز أول، وحاصل على بطولات منطقة الشمالية هم حاصل بهم مركز أول في توك، وحاصل على بطولات محافظة في محافظتنا الموصل مركز أول. الإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعبون في رياضة التايكوانجستو لم تشفع لهم ولم تكن سبباً في بعض الدعم الحكومي الذي يساعدهم في المضي قدماً ومتابعة تحقيق الانتصارات. نحتاج ونفتقر للدعم المادي والمعنوي، لأن إحنا كل القاعات قاعات أهلية، يعني مثل ما أشوف يجي اللاعب تعبان من الشغل أو عنده في الظروف خاصة أو مدرسة، شيء أكيد هاي الظروف تمنعه عن التمرين. فإحنا نرجو من الحكومة أو من المسؤولين أن يلتفتون نظرة خير لمدينة الموصل، مدينة الموصل ولادة للأبطال. قاعد مشي أمور على أنه كيس، يعني كقاعات أحكي لك، بس أنه التمرين يختلف. قاعاتنا يراد لها تطوير ومن قبل المحافظة أو الحكومة أنه يرعون هاي القاعات والمواهب الموجودة حتى نقدر نستمر بالتمرين وتدريب اللواعيب ونبدي جيل جديد لأبناء الموصل. أبطال العراق في التايكوانجستو ليسوا الوحيدين الذين طالتهم أيدي الإهمال الحكومي منذ عام 2003، فالرياضة والرياضيون في هذا البلد باتوا منذ ذاك العام على هامش الاهتمامات الحكومية.